دائما ما نتعرض في حياتنا اليومية لبعض الأسئلة الغريبة غير المتوقعة، والتي يلقيها البعض فضولا ليس أكثر، فلا يفكرون أن مثل تلك الأسئلة تتسبب في الإحراج. فمنهم من يسأل عن الحياة الشخصية، وكذلك بعض الانتقادات والأقاويل التي يجب أن يكون ردك قويا على قائلها حتى يتوقف عن الحديث عندما يتعرض للإحراج مثل ما تعرضت له أنت. في هذا الفيديو سنقدم لكم أقوى الردود الشهيرة عبر التاريخ. قال رجل لبرناردو: أليس الطباخ أنفع للأمة من الشاعر أو الأديب؟ فرد عليه برناردو: الكلاب وحدها تعتقد ذلك. كانت امرأة تسوق 4 حمير، وإذا بشابتين سائرتين بجانبها، قالتا لها: صباح الخير يا أم الحمير. فأجابتهما على الفور: صباح النور يا أولادي. كان رجل مسن منحني الظهر يسير في الطريق، فقال له شاب بسخرية: بكم القوس يا عم؟ فأجابه: إن أطال الله بعمرك سيأتيك بلا ثمن. دخل أحد الثقلاء إلى شيخ عالم مريض وجلس عنده مدة طويلة، ثم قال له: يا شيخ أوصني. فقال له الشيخ: إذا دخلت على مريض فلا تطل الجلوس عنده. قالت امرأة قبيحة لبرناردو: لو كنت زوجي لسكبت السم في قهوتك. فقال لها: ولو كنت زوجتي فلن أتردد لحظة واحدة في شربها. برناردو هو كاتب مشهور، أراد أحد الكتاب المنافسين له إحراجه عندما قال له: أنا أفضل منك، أنت تكتب بحثا عن المال، أما أنا فأكتب بحثا عن الشرف. فكان الجواب غير متوقع من برناردو، حيث قال له: صدقت، فكل منا يبحث عما ينقصه. بشار بن مرد هو شاعر كفيف عاصر نهاية الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية. سأله أحد المنافسين له: ما أعمى الله رجلا إلا وعوضه، فبماذا عوضك؟ فأجاب بشار: عوضني بألا أرى أمثالك. ذهب إينشتاين ذات مرة إلى أحد المطاعم وكان قد نسي نظارته التي لا يستطيع القراءة بدونها، فلما أتاه أحد العاملين وقدم له قائمة الطعام ليختار ما يريد، طلب منه العالم إينشتاين أن يقرأها له، فاعتذر العامل قائلا: آسف يا سيدي، فأنا جاهل مثلك، مما أضحك إينشتاين. أقبل جحا على قرية فقال له أحد أبنائها: لم أعرفك يا جحا إلا بحمارك. فرد عليه جحا: بالتأكيد، فالحمير تعرف بعضها. أغاثا كريستي: سئلت الكاتبة الإنجليزية في أحد البرامج التلفزيونية: لماذا تزوجت واحدا من رجال الآثار؟ قالت: لأنني كلما كبرت ازددت قيمة عنده. دخلت عجوز إلى الملك تشكو إليه بعض جنوده الذين قاموا بسرقة ماشيتها وهي نائمة، فقال لها الملك: كان عليك أن تسهري لحراسة المواشي ولا تنامي. فقالت له: ظننتك ساهرا على راحتنا، فنمت مطمئنة البال. الملك فيصل قابله وزير الخارجية الأمريكي في جدة بعد وقف السعودي ضخ البترول للولايات المتحدة، فقال له الوزير: إن طائرتي تقف في المطار بسبب نفاذ الوقود، هل تأمر سيادتك بتموينها مقابل السعر الذي تريده؟ فرد عليه الملك قائلا: أنا رجل طاعن في السن، وأمنيتي أن أصلي ركعتين في المسجد الأقصى، فهل تحقق لي هذه الأمنية؟ اتركوا لنا في التعليق أي هذه الردود أعجبتكم وكانت أبلغ أثرا في نفوسكم، والسلام عليكم.